السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بس اخوتي كتسمى بالعين الاربعة تيغدوين طلع ديال واحد شبيه من البطالة هذه العين كتكون تحت واحد مرمش يوز ديال شبيه من الفوق العين قاتل تحت تيقول لها العين كلي تيقول لها السبع عيون الزاويه ديال الجبل ديال القنطره ديال الواد يلا صيبوها مؤخرا صيبوها دابا طويله القنطره اللي كيدوز الواد من تحت كيحمر بزاف هاد الواد والعين راه قديمه ديال معروفه راه كتجي لها ملي كان مدة 20 عام تقريبا وكثر كانوا البيوت عادي القصب كيتكراو 30 درهم تبناو البيوت الديور لو تتكرو 100 درهم 150 حسب 200 درهم هذا الواد ديما دايز الماء شويه كيدوز على طول السنه كما كتشوفو هكا تشوف الصيد الاول ديما دايز الكوكا شويه الدراري الصغار تيعومو تما وقت الصلاه تيعمر كامله تيكون الفيضان هنايا يعني. الا ما هو الواد ديما دايز داك الماء لقيت تبارك الله زوين داير هاد الجبال هنايا كتشوفو هاد القطرة الله تصايبت دابا شي عام هاد العين راه كل عام كنمشي ليها هنايا راه كنلقى فيها راحتي ما دابا كتعمر بزاف ولا منو كيجينا من جميع نواحي المغرب ناس معروفة مشهورة ولكن الداخل ديالها باقي مصورتوش هي في كاين في كيشربو الما تما العين خارجة من الجبال كاين الديور تما السكن كيس كريم الناس كاين في كاين المحارف كيتباع داك الشيء اكسسوار كاين بلاصة خضراء بلاصة كلشي دابا انا جاي من العين خارج طلعت الواد دابا داك السد طالع دابا طلع باش ندوز للفيلاج بصرتي كلها الاربعة الاصل هي الطلعة دابا السكن فين كاين عاوتاني خارج على العين باقي شوية تفوق هي الخرج ديال العين دابا كتكون خارج من العين الفيلا جوا هاد راه الواد كلو واد هداك تيعمر في الشتا هنا بلاصة هنايا كتعمر في الصيف هذا ما كيلقى بلاصة من السحاب حتى بالنسبة للسبت الحد راه كتعمر كيباجي والناس كيدوزو الويكاند وكيمشي السبت الحد ديما كتكون عامرة أنا جيت في هاد البلايصة سميتو كتكون خاوية شوية السيمانة كتكون خاوية شوية أما الويكاند ديما عامرة اللي بغا يجي ليها وفي العطل عاوتاني ما الصيف راه متلقاش بلاصتك وش هذا بلاصة بلاصتك راه هنايا كلشي وكيف العين تاني بلاصتك راه